يا جماعة رجعنا مرة ثانية أخيرا. لا لا ما تدرون قديش مشتاق، والله ما تدرون قديش مشتاق يا جماعة. طيب أول شيء رسميا يا جماعة الخير انتهت إجازتنا ورجعنا الآن في الدروم الدنيا. اشتقت للغرفة يا أخوان، دروم وش أكثر شيء اشتقت له وأنا بغرفتي الآن؟ لكم أنتوا؟ نعم والله إني مشتاق للبثوث ومشتاق إني أبثركم بالكود S6B يا أخوان، اللي حتى وأنا مسافر الناس ما قاعدة تنساه. المهم ما ودي أطوع عليكم في المقدمة، بس حاب أقول لكم إن رسميا رجعنا وإن شاء الله بنفجر الدنيا مع بعض. والطلب مرة مهم، ما بقى لنا شيء على 6 مليون، تأكد إنك مشترك. ففي زر تحت اسم الاشتراك، إذا انضغط من أول في جنب الجرس اضغطه، وإذا انضغطهم كلهم في لايك اضغطه. نبغى نشوف الحماس، أبغى أرجع وانا اشوف الناس متحمسه معك. وكل عام وانتم بخير يا جماعه بمناسبه اليوم الوطني، واكيد ما ننسى حبايبنا راجعين معانا في الدور الدنيا نور يا اخوان. اليوم الوطني مع نون غير يا جماعه، مسوي لكم تخفيضات على كل ما لذ وطاب ولفتره محدوده، الكترونيات وعطور ملابس، وعندهم شيء انا طلبت منه وبتشوفون المقطع الجاي الشيء اللي طلبته، اسمه افضل منتجات في نون على تخفيض 70%. واذا حطيت SXB1 واسXXB1 ركز معي، الكود اللي ظاهر قدامك فيه رقم 1 في الاخير لانه تغير، فاذا حطيته راح يعطيك فوق تخفيض نون تخفيض زياده تستاهلون، وتخفيض الكود يضبط على منتجات نون اكسبرس. ما بيطول عليكم يا جماعه الخير، خذوا لكم فره بالموقع ممكن يعجبكم، ومشاهده ممتعه للمقطع الاسطوري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مود جديد من العيار الثقيل، كاس العالم ايها الاخوه والساده الكرام، اللاعبين المعروفين في كاس العالم بتشوفونهم اليوم بسم الله. طيب ثواني، صلوا على محمد صلوا على محمد. دقيقه صفوا فوق، خليني اشرح لكم. صفوا فوق، الحكم تعال جنبي الان، ركزوا معايا يا جماعه الخير. كل لاعب فينا عنده خصائص، في واحد من الامبوستر احنا ما ندري فيه، لكن كل لاعب عنده خاصيته اللي هو معروف فيها. يعني مثلا امبابي سريع، فراح يكون لاعب سريع ويقدر يجي من بعيد وينبرش ويلقمك على طول. فهمتوا الفكره كيف؟ كل لاعب عنده خاصية. زيدان نطحة بالرأس، سواريز العظة. سالم الدوسري وشو؟ أنا سالم. حب لا نحرق، ما نبي نحرق شيء. عيال أنا ميسي سبك، شوف وجهه. كثرة أوراقك يا ليو ميسي، ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهبوك يا ليو ميسي. لا ماجد قهر. طيب اسمع الطور اللي بتشوفه اليوم طور ترول، يعني وضع ضحك يا جماعه، هذا رقم واحد. ما نبغى تعصب، ما نبغى واحد يروح ينبرش على الدون والدون ينبرش على ميسي، قلنا نضحك ونستانس. رقم واحد انا الحكم هاي. هذا ماجد عبد الله ترى المفروض. ركان انت المفروض ماجد عبد الله. انا ماجد عبد الله المفروض. وش يسوي طيب ماجد عبد الله؟ ما ادري صراحه. سالم طيب دقيقه رقم اثنين، عندنا حكم. الحكم ايش يسوي؟ لو تلاحظون الان صهيب عنده كرت اصفر وكرت احمر. صهيب جرب تروح عند رايد تعطيه كرت اصفر. تعال رايد، تعال ابو انف طويل، خذ اصفر ابلع. جمدته. جرب تعطيني يا صهيب انا يا الامبوستر كرت احمر، اعطي كرت احمر. خذ ابلع. انتهى الجيم. الله فهمت فكره الطور؟ هذه فكره الطور. تسلم من اللايك والاشتراك عادي المشاهد والقناه ابتعد والسكس بي اكيد. السلام عليكم. لا بختمت انا. بسم الله نبدا. في حاجة مهمة ما قلناها. نرحب يا اخوان بالاسطورة يزيد انضمام الى باور من الاكاديمية، يستاهل تحية. نورتنا والله. انت انكرف وتعض الارض، اصبر علينا بس شوي. اوكي كروميت يا جماعه، اخر مقطع وصلناه مليونين مشاهده. انا الحكم. السلام ليو ليه ميسي هنا يا حبيبي. اما انا ماجد عبد الله. انا فخريس. محمد رار يا روت. الله ابو سالم. بابي اوكي. بسم الله توكل على الله. يا الله يا ربي يا الله يا ربي يعطوني حكم افرض واحد واحد. محمد نور ابو نوران ابو خالد. والله اضرب اجتماع دقيقه. ليش ارحب يا ابو نوران؟ انا بسلم على ابو خالد. ارحب يا ابو نوران. والله اني حقك، والله اني اول ما شفته انت اني انبسطت. حاب اقول لكم يا جماعه، معاكم الحكم، شاكين بواحد علموني، عندي كرت احمر واحد، لو استخدمته غلط ترى انا اموت، لو استخدمته صح ينتهي الجيم. يا ابو شايع احمد ها. رايد تحركه غريب. ما مدى انا محمد. سكيب لان الكيبورد مشتريه من مكتبه 7 ريال. والله العظيم احمد شو يا ولد، مشتري كيبورد مره رخيص ما يمشي. طيب يا جماعه
طلب اخير بس في قلبي، والله دعمكم وكلامكم ترى المود هذا انتم كاتبينه اطلع لكم الصوره، اكتبوا لنا تحت اللي تبغونه من عيوني. وشيء اخير، دعمكم مهم، الاشتراك اذا انت جديد وما تدري معك شونج اكس بونج صاحب كود اس 6 بي عنده فوق 5 مليون بيدخل 6 باذن الله معك. زين الدين زيدان ضربه الراس وكرت احمر مباشره من زين الدين زيدان. سوي نفسك مجنون، سوي نفسك كذا مسكين، انا ضعيف. اول شيء بسويه وكالعاده خرب الرياكتور وركض امبابي. وش ذا ممدانه؟ هي وش ذا ممدانه؟ ممدانه ممدانه. اوكي عندنا هنا زيدان وراي، الله يستر لنا لا يعطيني وحده. زيدان 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 منبرش. اوكي اكسجين 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 يا اخوان، امبابي مره سريع يقطع شكله. لو طلعت مبابي ما حبيته ما حبيته ما حبيته مبابي مبابي ما إيكل. سيد الحكم يبدو أنه رشيق يركض. الحكم عيال ما يمديني أضربه، تقول إنه ما يمديني أضربه. أبى أوريكم من هو يا ربي، من هو؟ ايوه ابو ريحه، شوف ابو ريحه شوف بيجيب يذبح، نشوف بسوي شيء. قناني الله الله، يا الضرس العقل يا الضرس يا عديم رقبه يا ابو جسم خايس. حكم المباراة ايها الاخوه الساده الكرام، السكس بي الان جالس يدرس الماب ويشوف الاوضاع كيف، يمسك اللوج ويشوف انه في 4 بالكافيتيريا، لا يكون في هناك احتكاك ولا يكون في واحد الواحد عندنا مين زيد زياد زياد سواريز. اوكي هيا اللي يزيد قاعد يصد. ما يمديني، تكفون تكفون يا عيال تكفون تكفون. طيب هذا رايد وطقيته وحطيت واحد على راسه، والله ما ارحمك. قروشه ابو خالد قروشه شنب قروشه وقروشه محمد الوما. ليه ليه الحقني ليش؟ كرت اصفر على طول، احتكاك اعطيك كرت اصفر على طول. تعال تعال والله تلقم كرت اصفر، والله يا ابو غالب تلقم كرت اصفر. ما تسوي مهام ما تسوي مهام، تلقم كرت اصفر. تعال ليش ما تسوي مهام؟ ما يسوي مهام؟ ليه ما يسوي مهام؟ ما يسوي مهام، بعطيك كرت على طول كرت. والله ما ارحمك. هلا هلا زياد كيف حالك؟ زين الدين زيدان نطحني والله. زين الدين زيدان والله نطحني. زين الدين زيدان دقيقة ايش صار؟ اثنين ماتوا. طيب طيب انا حكم مباراة، انا حكم مباراة، ممتاز ممتاز الحكم مباراة. مودي الاسمر محمد نور ابو نوران، ما انا حاط ميوت قاعد اسولف. ابو خالد ابو خالد انا ابريه 100% كان معاي وافي اي شيء قدامه. نواف سؤال سريع، نواف سالم الدوسري هلا ايوه، وقت ما اعطيتك الكرت الاصفر وقفتك وين رحت بعدها؟ بعدها رحت عند ابو خالد برضو لقيته مجمد. ممتاز ممتاز، شفته يا مودي شفته؟ ياب 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 بس كل شيء تكفى تكفى، التصوير موجود كل شيء موجود. ايجل مشى من بين قاعد يداهم، عرفت يدخل بين الحدايد ذي؟ إيه؟ يدخل يعني ما كان مقفل. ايجل وين مكانك؟ التصوير كنا طلع لك. ايجل وين مكانك؟ طيب انا مكاني اول شيء عند غرفه القياده، شافني اللي هو ابو نوران، شافني مين؟ رايد. اصلح الكهرب. طلعت يا طويل العمر والسلامه وعلى الكافيتيريا، شافني هناك صهيب وكان في واحد مجمد. طيب هناك. طيب صهيب وين مكانك؟ انا بكب بالزباله تحت. اوكي تكب بالزباله تحت. راكان وين مكانك؟ انا يسار فوق عند الكاميرات، ما في ولا عند الكاميرات. الكاميرات طافيه راكان. لا كنت عندها ونازع على تحت. مسكت معك انا، شفتني انت صهيب، انت كنت عند الزباله اللي في الاستوريج، الجثة جنبك تحت تحت. طيب راكان راكان الكاميرات مسكتها قبل كم ثانية؟ بسرعة علمني. شفت يوم شطفتني انت كنت معك وتسرقنا؟ ايوه هذا هذا بداية الجيم، هذا بداية الجيم. سكيب عيال سكيب سكيب. مرة لا ليه سكيب يا عيال؟ ما قاعد اقول لك اطلع لك تصوير يا مين؟ احمد طلع ايجل يعني ابو خالد، مو منطقي. ايجل طيب صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. في كرت احمر بينزل، في كرت احمر بينزل. طيب الان الشكل مين؟ صهيب كان جنب الجثة، صهيب كان جنب الجثة بالستوريج. راكان يقول انا ماسك الكاميرات بس انا ما كان ماسكها، وضعي وضع غريب، ابغى اتاكد الان من اوضاعهم وببدا اوزع كروت. المشكله لو اغلط بكرت واحد ممكن اوده. طيب انا سوس عندي على مين؟ على صهيب وعلى راكان. يقول وخر عني وخر عني. احمد عطى احمر يا حكم. لو ابري صهيب بقدر اعطي راكان، لو ابري راكان ببدا ابري صهيب. طيب نواف مبريه 100%، مودي مبريه 100%، باقي ايجل. ايجل ما ادري ايش وضعه، هل ايجل سوى مهام؟ سوي المهمات مواطن طبيعي. لا يا بطل فوت. سوي نفسي مجنون، ما لي علاقة بحد.
اقرب الاوتو الجثة بعيد عنه وبروح اركض اسوي جود امبابي دار عليكم امبابي مين بيلقى براسي يا شباب يا ابو ايجل واقف عند البنت ايجل واقف عند البنت ايجل واقف عند البنت ايجل نزل تحت وطلع يصلح طيب اوكي العيال كلهم هنا سوي بيسوي مهام انا بعد بسوي مهمة كهرب طفى محمد نور وين رايح محمد نور مين هذا ميسي أبوهم يصلحونه ولا أبوهم يصلحونه ولا أوكي كايد السالف الامبوستر وصخ أوكي مستحيل انك راح تذبح واحد في الالكتريك وتنزل تحت على انك ما تدري انت ما اخذت لفه كامله تطلع فوق فانا بسالك سؤال هل في واحد كان داخل قبلك لا ماشي ممتاز ايجل الكهرب طافي ايجل انا بقول ان انت مستوى ذكائك عالي لدرجه انك ذبحت واحد ثم نزلت تحت بحط عليك صص صبر 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 بحط صص بحط صص مودي بريء صهيب انا وين مكانك انا معك انت جاي معي صح صهيب بريء انا طول الوقت من اللي قال ليش راكان كان عند الكهرب راكان كان عند الكهرب ما كان عند يا عيال الاحتمال الوحيد ايجل الاحتمال الوحيد ايجل يا عيال يا عيال خلي ايجل يبرر لا الله احمد 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 تثق فيني تثق فيني ارجوك يا ابو خالد يا عيال تثقون قسم ما بيحلم يا عيال بالتصوير داخل بين حدايد بدري هل انبوس عندي لا 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 عادي 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 اذا نفذت الكات الاحمر غلط راح تموت عشان كذا انا ما ابغى استعجل لازم تكون متاكد الله يقطع طيب سس على ايجل وسس عليك يا صهيب كيف يا صح انت معاي انت معاي راكان وينك راكان وينك ايه طيب اللي ما بيسوي مهام الان ابعطيك كرت اصفر ركز معي ما تسوي مهام بعطيك كرت اصفر على طول والله لو اطلع انا سوي مهام شوف راكان يسوي راكان يا راكان يا الحقني 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 يا سيد الحكم سيد الحكم ابتعد عني يا سيد الحكم ابتعد عني يا سيد الحكم ارجوك يا يا الحكم وين صلحوا ايجل والله شكله ايجل يا عيال راكان مع مودي راكان مع مودي لو ما افتخل الادمن ابي اخذ امانه بالنوران انا اتحادي يا عيال والله ما يطاوعني قلبي اذبح بالنوران والله ما يطاوعني قلبي راكان وضع سليم اذا رجع لي مصيبه راكان وودي والله العظيم ما خليك تقابلني شوف راسه طويل العام راكان ومودي خلو رجع نواف فوق وين ايجل 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 اوكي ايجل عندي صهيب وينه اول ما يفتح باب موتي بوتي بعطيك راسية اذا مو موتي بسامها يا تعالي من واحد تعال سلم الدوسة والله لو وريك سلم الدوسة افوت النور علي سالم لايت 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 قد هان يا سالم ودعي يا سالم قايل لكم راكان ودعي يا سالم الله يا سالم ودع البطولة اوكي قفل الباب قفل الباب صهيب اوكي راكان موتي طالع فوق كهرب طفى في جثة بتصير في جثة بتصير في جثة بتصير الآن الآن في جثة بتصير الآن في جثة بتصير مين مين هذولي أوكي زيدان هنا تقفل عين الباب شكله في جثة شكله في جثة مودي وينه مودي وينه ليفوت مودي وينه ما اقدر اسوي ريبورت ركزوا معي اوكي ركزوا انا الوحيد اللي اسوي ريبورت انا الوحيد
كمل. ليتك ما ذكرت يا اخي. ركزوا معي ركزوا معي، انا اول من لقيت الجثه. أيوة. طبعا انا وانا وراكان كنا ماشيين مقصد اليسار رايحين فوق عند الكافيتيريا، تمام؟ اوكي. رجعت نص الماب، قلت لو رجع لي راكان بيكون هو الامبوستر. ما مداني اكمل ثانيتين الا صراخي الا صراخي في المطبخ. هذا واحد. اثنين. طيب. لحقتني في اليمين تقفل عليه الباب، ما مداك تخش معي. ركز معي. طيب. طيب. بعدين رقيت فوق وطفى النور. اول ما رجعت من فوق من اقصى اليمين رحت للنص لقيت الجثة. لا الجثة وين؟ الجثة وين؟ نفس المكان تحت اللي انت حاشرني فيه يا عيال. حبيبي صلوا على محمد. من زمان. صلوا على محمد. انا ابري مودي. انا ابري مودي 100%. اوكي احسن. انا انا عندي كلام احمد. صايب قول. ايه انا كنت جنبك بالكامات واعمل مهمة صح؟ اي انت انت مواطن منها. طلعت هو ايجل او راكان يا عيال. هو ايجل او راكان. اصبر 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 اعطيك الخط الفاصل. ايجل كان معانا باللحظه هذيك طفت الكهرباء. أيوة. صلحناه. أيوة. رحت على اليمين لقيت الجثه فوق مين؟ مودي بحاول يعمل ريبورت ما بيقدر. احسن من الريبورت ما بقدر. باقي واحد ما في غيره حاطط فوق راسه ايش بيض. لا لا صهيب دقيقه بحط بين قوسين. انا اول من لقيت الجثه ليه انت اول من لقيتها دايم؟ ليه انت دايم اول من تلقاها؟ ليه انت دايم اول واحد تشوف شيء؟ لا انا ليه مو بالاكسس يا اذن مودي مودي. لا مودي بريء يا ايجل يا عيال. صوت انا اتكلم. انا الحكم على ايجل وراكان. اللي حصل جثه الان يجيني بالسكيورتي. انا بالكاميرات ماسك الفار بالفار تاكي. صهيب اي 4 ان انتوا اثنين انتبهوا. الباقيين يسوون مهام. اوكي يا عيال والله يعلموا قاعدين يسوون مهام يا اخي وانا ماني قاعد ماني فاضي اسوي مهامي. حلو حلو حلو. الآن على حسب اللي فهمته إن أبو خالد يشك فيني ولكن بنفس الوقت مشخصن مع مين يا عيال؟ مشخصن مع إيجل. فلازم لازم 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 يعني أذبح إيش اسمها؟ لو ذبحت إيجل فهذه غلطة عمري لأن شاكين فيهم. إيجل قفل البر. طيب إيجل هنا واحد. هذا أسلاك. أوكي قاعد يسوي أسلاك. أبغى يسوي ذي. اثنين ثلاثة أربعة ماسك. أوكي انا جالس امشي واخلص مهمات. كهرب طفى. امور زينه. كرت اصفر. وقف خلينا نشوف في جثه الان او لا. جمدني يا عيال. الان بشوف في جثه او لا. انا مجمده 15 ثانيه ما يقدر يتحرك ايجل معناته انه ما يقدر يذبح احد. فلذلك راح اروح الان امسك اللوج وبتاكد هل في جثه او لا. صهيب جاي من فوق فاذا كان في احد فوق معناته في واحد مات. في واحد شكله مات. خليني بطلع فوق على السريع اتاكد. اوكي اي 4 ان باقي حي. اي 4 ان باقي حي. باقي وين راكان؟ راكان وين؟ الله يجيب لهم حالك. الله يوفقك. ركون يا زبال. ركون يا زبال. يعني طحني طحني كذا عطاها نطح الزيدان. الله لا يوفقك يا محب الركان. والله معلش بجمد. لا تمدري تمدري تمدري. كان مجمد الان معناته انه ايجل. لو في واحد مات الان معناته انه يمكن يكون ايجل. يلعن ابليس التعريق يلعن ابليس التعريق. امسك اللوك امسك اللوك. اوكي هذا ايجل. هذا راكان. ليه ما صلحت للحين؟ في واحد بالالكتريك ما صلح للحين. في واحد بالالكتريك ما صلح للحين. الامبوستر الامبوستر تاكي بالالكتريك انتظر انه يذبح واحد. لو دخل او ماي جاد جثه ايجل مات. طب قسما بالله لا اتكلم. حكم صح؟ حكم صح؟ يا اخي اقسم بالله حكم صح؟ وينك يا مودي؟ اسمع ويني؟ واللي داخل الايفنت وقدامي راسه طويل، مين هو؟ هذا انت يا حمار. طيب دخل بعيني ابو خالد. صدمتني. توقعت انه انت وانا متجمد طول الوقت. ابو خالد متجمد ابو خالد. توقعت اني ببريك لكن بعد اللي سويته تو. طيب القرار عندي صح؟ القرار عندي الان صح؟ ايوه في كرت بطلع. يا اما كرت يصيب يا اما كرت يخيب. بين محمد نور وبين زيدان. محمد نور والله العظيم وزيدان. سكيب. طيب سكيب ابو خالد. طيب الان اختيار عندي صحيح. صفوا فوق. مسافه 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 مسافه. اول شيء عشان ما تتحرك اتقرب من ابو خالد. اعلن من هذا المنبر ان الكرت الاحمر راح يكون من نصيبك يا راكان. الله يرزقك. ايوه دمك يا شيخ. راكان شلون ذبحتني انت؟ ما شفتك. مودي اللي مات؟ راكان فاز؟ لا ما بد. راكان فيكتوري عندك؟ راكان فاز. لا اما يا ويلي يا ابوي حكم مصارع انت. خلاص اوكي اوكي. زيدان مرة ثانية. الله يقطع ابليسك يا زيدان. ميسي كريستيانو. انا كريستيانو رونالدو.
والله ميوت 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 يا عفيف هذا انا الحكم وش يومك وش يومك وش يومك ايش فيني جمدني مودي يا عيال ما بخلي يستمتع ذا بس قعم على طول براس تجيب مع مودي يا عيال تجيب مع مودي اقسم بالله انه حكا ورب المصحف انه حكا احس انك ما عجبتني طلع هنا ما عجبتني انت بعد ليه يا مودي يا زبال مودي يا شخصوني مودي يا شخصوني انا اوريك يما ايش في ظلمة العتمة في ظلمة العتمة اضغط الله ياخذك اضغط عطل الحكم مجال يتكلم انا اقول ركم عطل الحكم لو سمحت احترام للحكم ولا كلمة تفضل مودي انا قبل شوي نفسك جيت بضغط ما ضغط هذا الشيء ما يبريك ابو مشواح تمام ما يبريك انا شفت شونك ركض من عندي يوم شفتي وركض من عندي هربت من عنده لقيت الجثة رجلين رجلين هو يخطي يا دمال ابو شايع كان ابو خالد بالكهرب انا كنت معاه بالكهرب كان عندي ابو شايع بدون حلف بس ابو شايع كان عندي من اخر واحد شفته عندك يا رايد ركان وش دخلني انا وش دخلني يا عيال انا الحكم ما في احترام الحكم لا امسك ام الباي احترم الحكم اقسم رب الكعبه لا طلعك بحمر ابو خالد كرت احمر الله على طول كرت احمر اقسم رب الكعبه لا طلع بحمر اسكت ولا ابو خالد بلا اسكت اوكي 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 سكيب 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 وش دعمك انا اعلمك الجي يا المربع انا اعلمك انا اعلمك سالم الدوسري تعال اتحداك انت اللي تعال سالم الدوسري سوي وتركز معي ابو خالد الله يعزك ترى انا الامبوستر طيب انا الامبوستر ابيك الان تجي انت وركان كانك تعطيه كرت تمام ابيك تجمده وتبعد عنه انا بس الام وبذبحه طيب يلا طفل كوميونيكيشن وين ابو خالد ابو خالد يعطيك كرت احمر صدق يا الحيري يا الحيري الحكم فودا قاعد ينحاش ركان وينه قاعد ينحاش ركان وينك ركوني تعال يا بيبي بابي شغال ركض يا ميسي تكفى ساعدني وين الحكم من وجهي تكفى يا ميسي ايش في داير يخرب بيتك اني ما رفجعني الحكم وين يا عيال الحكم البس نظارة يا حكم والله حكم باي يا عيال حكم باي ما اقدر اسوي ريبورت ما اقدر ازم الحكم قال تصدع ما يدري من الامبوستر الحين اسلم وش ذا في اثنين واقفين عندها في واحد زياد تكلم ولا ابو خالد الحكم حكم ما فايده وات الله لو كلمه ثانيه الان انت تطلع بعد الجيم وخربت مقطع ابو شايع دقيقه يا دقيقه حلف الحكم هو يقدر يصير قاتل لا ما يمدي لا يا عيال بقول كلمتين وبس كلمتين يلا حل يا حكم ركان اول ما فقع مني وراه ايجل وراه انكيو وراه رايد وراه زياد اول ما فقع على طول من تحت يمين كلكم انتم يا الاربع وراي ابو شايع كان معاي فوق مين ما ابو شايع توقع زياد لا مو زياد ابو خالد اسمع مني ليه ما تسمعون مني ليش كل يوم انا خطا انا سوح انا مد شوف عيني وكذبوا عيوني واصدق الحمار الحكم يا حكم يا حمار
ابو خالد حمار، انا قاعد اصلح الكهرب قبل شوي. لا 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 يا عيال، عندنا كرت واحد ابو مشواح، اذا عس عشان كنت جنب الجثه قبل شوي، انا شايف اثنين جنب الجثه. اثنين جنب الجثه. انا ما قلت ان انت، انا ما قلت ان انت، انت ما تعرف تلعب مستحيل، بس انا اقول لك مو بحكم. قبل شوي زياد، قبل شوي اسمع 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 اسمع، قبل شوي زياد جنب الجثه، بس انا مو بقاتل، انا ما اقدر اسوي ريبورت، انا جنب الجثه بس مو بقاتل، فمودي هو اللي يقدر يساعدنا. عند الجثه انت ركبت حربام من الجثه قتلته. يا حمار الظلام، كيف شفتني بالظلام؟ كيف شفتني بالظلام؟ ها تبي اخذها بذل منوال؟ انا ادري انك خبي ولا ادري انك مثل القاتل، بس ما باخذها من ذل منوال يا ابو خالد يا ابو مشواح. انا القاتل اقول لك يعني. انا ما راح اتكلم. سكيب. يلا سكيب. اوكي طيب، الان عندنا مين؟ عندنا نواف. نواف يركض من اليوم، كاهرني قتل. الله يقطع ام القهر. يقعد يركض خلاص. سلام عليك. شو السالفه؟ رجاء ما حد معك. انا معك. معي انا جنبك اليوم. اي اليوم انا جنبك. يا سلام عليك. ايه اليوم انا جنبك. انا يسار بريء. خلوني اتكلم، خلوني اتكلم. الله يطول اعماركم. الجثه يسار صح؟ ايه 100%. انا يمين ما حد يسلم. يا سلام عليك. اول ما بدا الجيم انا مستعد يا ابو شايع اني اخرب مقطع كور، سلك الدرايف هذا الان وتشوف رايد كيف راح يسار، وجاني اقصى اليمين على طول. انت حكم ابو خالد، انت الحكم والله، انت الحكم. روح روح ابو خالد روح. ما يروح. انا ما اشوف الا ابو مشواح كيف رحت يسار ورجعت يمين. طيب انا اشوف سروالك. صبر صبر صبر، صلوا على محمد، صلوا على محمد. يا عيال احنا لا نطول النقاش. ابو خالد انت الحكم الان، كلنا بنسكت. اصطفاف اللي شك فيه ابشر راسه. سمعت انا اللي ما يصدقني بيلقى. انا اصدق. انا راضي بالاصطفاف لانك مستحيل. وانا راضي بالاصطفاف. وانا راضي بالاصطفاف. يلا يعني في واحد بيجي كرت احمر الان مودي؟ الان احمر، الان احمر ما عندي. يلا اي مستحيل مستحيل، يعطيني اياه مستحيل. اقول شيء مستعد ارقص قدام الجمهور هنا واسوي كذا ارقص ارقص مستحيل، لاني انا من اليوم معه، من اليوم لازم معه. طيب يلا 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 تفرقوا على بعض. مستحيل تجي عندي. اي مستحيل. لا لا ما يكذب. قسم بالله ان غبنا حرقان يا ابو اذن صغير يا اللي ما تسمع بيه. المفروض انت ما تسمع بتشوف. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا للنهايه. اتمنى استمتعتوا بمقطع اليوم، واعذروني انا باجازه يا جماعه لو ما نزلت لكم كثير. السناب حقي طالع قدامكم. فاشكركم من اعماق قلبي، وصلوا على محمد في الختام. اللايك والكومنت بالله عطني رايك بالموت، تكفى تحت يهمني مره. صلوا على محمد. السلام عليكم.